راح نتكلم في هذا الدرس عن علامات نوبة الربو المتوسطة. أول علامة هي صعوبة متوسطة في التنفس، تسرع واضح في التنفس. أيضا يجد الطفل صعوبة في التكلم، فيتكلم جملة قصيرة فقط. أيضا يعاني الطفل من سعال وضيق نفس متوسط، وأيضا قد يصبح لون الطفل شاحبا في نوبة الربو المتوسطة، ويبقى الطفل واعيا وقادرا على القيام بنشاطه الطبيعي لحد ما. أيضا يجب هنا البدء بإعطاء الطفل أدويته الموسعة للقصبات الهوائية والاتصال بالطبيب مباشرة والرجوع إلى الطبيب للفحص مباشرة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.